عايدة رياض تتصدر الترند بعد تصريحاتها عن قصة زواجها من محرم فؤاد. الفنانة عايدة رياض اتصدرت محركات البحث في الأيام الأخيرة بعد ما كشفت عن أسرار في حياتها الشخصية مفيش ناس كتير كانت تعرفها، واتكلمت عن قصة زواجها من محرم فؤاد اللي ناس كتير كانت فاكرة إنها قصة زواج سعيدة، لكن اللي مش ممكن حد يصدقه إن أجمل سنين حياتها ضاعت بسبب جوازها من محرم فؤاد. الفنانة عايدة رياض كشفت لأول مرة عن أسرار في حياتها مع زوجها الراحل محرم فؤاد في عدد من البرامج التلفزيونية، وكان آخر لقاء لها في برنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي، وقالت إن سبب تأخرها فنياً كان بسبب الفترة اللي قضيتها مع محرم، وده لأنه كان بيرفض إنها تشتغل ممثلة رغم إنه وعدها قبل الجواز إنه هيقدم عدد من الأفلام الغنائية الاستعراضية معاها، لكن بعد الجواز اكتشفت إن كل الوعود دي ما كانتش حقيقة، ولما قضت 7 أو 8 سنين معاه بدأت تحس بالملل، خاصة إنها دخلت عالم الفن وهي عمرها 12 سنة والفن كان في دمها، وفي نفس الوقت كانت عايشة مع فنان. لكن في بداية الزواج ما كانتش حاسة بالملل لأنها عاشت أجواء صناعة الأغنية في بيت محرم فؤاد، وكانت بتشوف الموسيقار بليغ حمدي والشاعر صلاح جاهين والكاتب بهجة قمر وغيرهم من الملحنين والكتاب في بيت محرم، وكانت بتستمتع بالجو ده. عايدة رياض كمان اتكلمت عن عصبية الفنان محرم فؤاد وغيرته عليها، وحكت عن موقف اتعرضت له من محرم في لندن. ففي بداية انتقالهم للندن شقتهم ما كانش فيها تليفون، وكانت المكالمات بتجيلهم على تليفون جارهم وهو مطرب تونسي، وفي يوم من الأيام محرم فؤاد رجع متأخر من شغله ودخل عشان ينام، فتفاجئ ان جارهم بيخبط على الباب عشان يبلغها ان في شخص عايز يكلمها في التليفون. ولما راحت تتكلم لقت صديقها وحبيبها السابق هو اللي بيكلمها وبيلومها عن انها سابته واتجوزت محرم فؤاد. وفي اللحظة دي محرم دخل وسمع المكالمة كاملة وقالت كلام ضايق محرم وكان نصيبها علقة سخنة. ووقتها عايدة اكتشفت ان محرم عصبي وتعصب وضربها ضرب زي المجانين، لدرجة ان اثار الضرب كانت ظاهرة على جسمها، ومحرم كان بيرفض نزولها لأي عزومة وكان بيمنعها تزور الناس بسبب اثار الضرب. وبعدها سافر من لندن لأمريكا عشان يجي فرح مع صباح وعمر خرشد وأحمد عدوية، وطلب منها ما تروحش معاه ولو حد كلمها تقول إنها حامل. ولما رجعت للتمثيل وقت تصوير مسلسل المال والبنون كانت بتنزل من البيت الصبح وترجع الساعة 3 الفجر، وكان محرم بيتضايق جدا، وفي يوم من الأيام رفض نزولها لتصوير المسلسل واتخانقوا وأصر على عدم نزولها، فبدأت تعمل مجنونة ومسكت أزايز المية الغازية وكسرتها، فقال لها لمي هدومك، وبالفعل جمعت عدد من هدومها في شنطة وراحت متأخرة 2 ساعة على ميعاد التصوير. وبعد 12 سنة جواز عايدة رياض انفصلت عن محرم فؤاد بسبب رجوعها للشغل. مسلسل المال والبنون كان سبب في طلاقهم، وعايدة رياض ما تجوزتش بعد كده. لكن في الأيام الأخيرة كشفت عن سر، وهو أنها حالياً عايشة في علاقة عاطفية وبتتكلم مع شخص مصري عايش في الولايات المتحدة، لكن لسه ما شافتوش لحد دلوقتي على أرض الواقع ولسه ما تقدم لهاش رسمي، وتواصلهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. وبكده نكون عرفنا قصة عايدة رياض بتتصدر الترند بعد تصريحاتها عن قصة زواجها من محرم فؤاد. استنونا في حكاية جديدة من عين مصر.